بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعال أعلمك إزاي تحلل معادلة تربيعية بطريقة سهلة جدا إذا كان المعامل بتاع الإكس أس 2 رقم غير الواحد. أول حاجة هنا عندك هنا قدام الإكس تو ذا باور 2 في إكس، اضربه في العشرة اللي هو الحد الأخير الحد الثابت، يبقى تطرح المعادلة الجديدة اللي هي إكس تربيع ناقص 7 إكس ناقص كام؟ ناقص 60. ابدأ حلق كده، حلل، افتح قوسين، ادي عندك قوسين إكس إكس، الستين عندك 12 في 5 حاصل ضربهم يطلع 60 وطرحهم يطلع 7، دي تاخد إشارة في الأوسط. أوكي، يبقى دي سالب وده إيه؟ وده موجب. أوكي، أنت كان عندك هنا 6، اقسم ده هو على 6 واقسم ده هو على 6. لما تقسم ده على 6 يبقى ده إكس ناقص 2، لما تقسم ده على 6 طبعا عشان تتخلص من 6 ديت تقوم جايب 6 دي جايبها هنا قدام الإكس، يبقى 6x + 5، وده التحليل بتاع المعادلة دي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.